سيد صالح الحلي وقف يقول: السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، للعباس. بعد ذلك تذكر قال: لا، العباس هو ليس ابن فاطمة، هو ابن فاطمة أم البنين. فرجع قال: السلام عليك يا ابن أم البنين. بالليل نايم هذا السيد الجليل، فرأى الزهراء تعاتبه تقول: سيد صالح، لما كسرت خاطر ولدي أبي الفضل؟ ليش هذا ابن؟ ما هي تستخرج كفين قطعين في ساحة المحشر وتقول: أي رب احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين.